السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في لعبة جديدة على قناة جيمر بالعربي. النهاردة يا جماعة معانا لعبة الناس ناسياها والله، لعبة مش واخدة حقها، لعبة مش واخدة حقها زي ما انتوا شايفين. لعبة اسمها ديد رين. ديد رين يا جماعة اللعبة طبعا زي ما انتم شايفين، الجرافيك، الصوت الساوند بتاعها جميل جدا، اللعبة باختصار شديد يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، انا ماشي اهو ومعايا رشاش بضرب بيه، الذخيرة دي بتخلص تمام بتتملي وبالنط. اللعبة فيها نطة واحدة بس، مفيش فيها نطتين، مش دبل تاب يعني. تقدر تزق ايتم معينة تطلع فوقيها، تقدر تتشعبط كده، تاخد حاجات. طبعا بيضرب كائنات كده شبه الزومبي. معايا شوت جان، يعني لو الرشاش خلص تقدر تضرب بسلاح تاني زي الشوت جان مثلا او اسلحة تانية برضو. او 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 واو، لا بس لعبة الشوت جان ده لعبة جميل جدا. والله يا جماعه لعبه الجرافيك بتاعها بسيط، عارفين يا جماعه الالعاب اللي هي السهل الممتنع، لعبه من العاب السهل الممتنع. مود قصه تقريبا، الراجل ده بيدور على بنته، في ابجريد للاسلحه، الجرافيك بتاعها جميل جدا، والصوره والصوت والساوند، واللعبه يعني تحس انك في فيلم، يعني تحس ان انت في فيلم اجنبي كده، عباره عن والتحكم بتاعها جميل وسلس جدا. اكنك برضو في فيلم رعب، اكنك برضو في فيلم رعب. طبعا كده انا ايه مت، تقدر تعمل، تقدر تتفرج على الاعلان وتعمل ايه زي ريفايف كده ليك يعني. لعبة يا جماعة جميلة جدا، هتتبسط بيها قوي، مش محتاجة انترنت خالص، مش محتاجة اتصال بالنت خالص.
اللعبة يا جماعة تقدر تهكرها، يعني لعبة من اللعبة تقدر تهكرها بسهولة عن طريق لوكي باتشر. لعبة خفيفة خالص على التليفون، مساحتها قليلة، تقدر برضو تكسب اهو هدايا، تقدر تكسب هدايا الشوب طبعا، وده الأهم. تقدر تشتري حاجات بفلوس حقيقية، وتقدر بقى ان انت طبعا عن طريق اللي هي الجواهر الزرقاء اللي هي اللي معاك دي، تقدر تشتري بقى اللي انت عايزه، لبس زي ما انت شايفين، تشتري لبس معين، تشتري ليفلات معينة لكل حاجة، يعني تعلي الليفل بتاعك في الابجريد، تعلي الليفل بتاعك في الصحة الهيلث، تعلي الليفل بتاعك في، طبعا تقدر تفتح صناديق تكسب ملابس، تمام. تقدر تعلي، طب انا هنا معايا مثلا جوار، اقدر اعلي، اعمل مثلا اعلي الليفل بتاعي في الهيلث، اعلي الليفل بتاعي في الاتاك، اعلي الليفل بتاعي كده، تمام زي ما انتوا شايفين. ده اللي هو السكيلز بقى، عندي سكيلز هنا اهو، الرشاش بتاعي تقدر تعمل له ابجريد، تمام. تقدر تعمل ابجريد للرشاش، تقدر تعمل ابجريد لنوع تاني برضو من الاسلحه، تقدر مثلا تعمل ابجريد للباج، الشنطه بتاعتي تاخد ذخيره اكتر اهو، تمام. تقدر تعمل ابجريد للشنطه عن طريق النجوم اللي بتكسبها في كل شكل، وده يخليك ترجع للاشكال القديمه علشان تلعبها. ابجريد للهيلث، محتاج 15 نجمه عشان يعمل ابجريد للهيلث او الديفنس او الهامر، الهامر اللي معاه ده تقدر تعمل برضو ابجريد، هتتبسط بيها جدا جدا جدا. الشنطه بتاعتي بيقول لك انها بتشيل رشاش اهو زي ما انتم شايفين، تقدر تعمل للرشاش ده برضو ابجريد، يقدر يشيل طلق اكتر، تمام. تمام كده احنا عملنا ابجريد، تقدر تعمل ابجريد للشوت جان برضو، ادي الشوت جان اهو، تقدر تغير الملابس بتاعتك زي ما شفنا من هنا برضو اهو، ده اللبس بتاعي، يلبس كاب ازرق، يلبس البنطلون اورنج مثلا كده، تيشيرت مثلا. طب احنا عملنا ابجريد للسلاح، اقدر ان انا ارجع اختار اي شكل او نخش على المرحله دي، طبعا المرحلة اللي بعد كده هيبقى فيه بقى زي الايه البص ده،